نزيل بالسجل المحلي عين السبع أو واحد، حصل على شهادة الماستر يعني قبل ما ندخل المؤسسة السجنية باش نقضي العقوبة ديالي. اختاريت باش نكمل الدراسة ديالي والتحقت بمعهد ديال التكوين المهني اللي متواجد في نفس المؤسسة، وكذلك قدمت الطلب ديالي باش ولا الترشيح ديالي باش ندوز بكالوريا حرة لغرض إعادة الاندماج مرة أخرى بعد ما نخرج ونكون قضيت العقوبة ديالي. عندي طموح باش نعاود ندمج مع المجتمع، إن شاء الله باش ندير واحد الإجازة أخرى. عندي طموح باش ندير واحد الإجازة أخرى في علم النفس أو لا في الأدب أو لا في الأدب أو لا في القانون. بالنسبة للامتحان اللي دوزنا اليوم زعما داز في واحد الجو اللي مزيان، جو اللي مزيان، كنا موجدين الحمد لله. وبالنسبة للتدابير الاحترازية أننا كنتوفروا على جميع المستلزمات يعني بما فيها مواد ديال ديزانفيكسيون ديال اليدين يعني لي جيل انتيسيبتيك و لي بافيت انسي كو لي كاسك. الحمد لله زعما الإدارة أو الإشراف الاجتماعي بالنسبة للسجن المحلي عين السبع زعما مشكورين، وعلى رأسهم المدير ديال السجن المحلي اللي سهروا على باش دوز الامتحانات في أحسن الأجواء. بالنسبة للتحضير البكالوريا كنتوفروا على مكتبة اللي كناخدوا منها جميع الدروس، كنتوصلوا بدي بوليكوب اللي شاملين جميع المواد. الحاجة الوحيدة زعما اللي كنقدروا أن نلقاو فيها مشكل هي أنك ما كتلقاش اللي يكملك، يعني كتكون مثلا نتايا أصلا عندك مع واحد المادة واحدة أخرى ما عندكش معها، ما كتلقاش واحد أخر اللي عنده معها اللي غادي يقدر يشرح ليه.